بالكلام عن ماتيو لاهوز كان ليه تصريح برضو قال لو تقنيه الفيديو كانت موجوده من اول مسيرتي ما كنتش صلعيت. لو كابتن جمال غندور هيقول لو تقنيه الفيديو كانت موجوده خلال وقتي كان ايه اللي هيتغير؟ لا لا حاجات كتير كان ممكن يكون الاداء أسوأ من كده. لاني كنت ممكن اعتمد على الفيديو اكتر ما اعتمد على نفسي. بالعكس انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى انه ما كانش الفيديو موجود وان كل الحاجات الصعبه دي كانت بمجهودي وبتعبي وبتركيزي. كان ممكن تقنيه الفيديو احيانا بيبقى ليها دور سلبي في بعض الحكام بيرموا على الحكام بقى اتكاليين شويه بيرموا على الفيديو احيانا هو غصب عنهم. ما بيقول لك في الاول وفي الاخر انا يعني انا كان بيجي عليا وقت بعمل سبرنت مثلا وانا حاسس بشد في العضلة الخلفية مثلا من المجهود ولكن لازم اعمل السبرنت عشان اوصل. لا تخيل بقى الفيديو موجود هجري ليه؟ ما هو في تقنية فار موجودة. لا بالعكس انا على فكرة لو خيرت بين ان انا احكم في وجود الفيديو الفار او لا مش هختار الفار. هعتمد على نفسي. انا عايز اقول لك انا في مباراة شيلي والنمسا اول مباراة حكمتها احنا احتسبت جول. بس هي دي بتاعت المساعد ولا بتاعت حضرتك؟ بص عشان اكون امين معاك هي المفروض انها بتاعت المساعد بس للاسف الشديد في الوقت ده الكرة كانت بتتلعب من الناحية التانية اللي هي عكس المساعد والزحمة كلها قدام المساعد. ولو انا ما كنتش دخلت وتقدمت لغاية الست يرضات باحساسي ان في مشكلة ما كانش الجول ده هيتحسب. بس هل الحكم يقدر يحكم لو هو مش واقف على انا بقول لك ايه انا وصلت لغايه يعني لو انت لو عندك قدره تعيد اللعبه انا وصلت لغايه بين البينالتي وبين الست يارد في الركنيه وده مش لوجيك انه يحصل. لكن لما اتلعبت اول مره واتشاطت واتصدت لقيت نفسي بخش لانه حاسس ان في حاجه زحمه وربنا سبحانه وتعالى بعتني عشان اخش كده عشان اشوف الكره الجون بيمسكها من جوه كده. يعني لو حضرتك شفت ده الخط كده يمسكها كده وبعدين بيشيلها ويشوط وبعدين الصفاره اتحطت ورحت باصص للمساعد خدته معايا وحسبت الجول. ما كانش فيه لا فار ولا تقنيه فار ولا في اي حاجه من ده.